اهلا بيكم فيديو جديد على قناة هاوز ات. النهاردة هنتكلم على ازاي اركب الزاوية. الزوايا يا جماعة بتتركب من الخشب او بتتركب من الاستيل، فانت حر اللي حابب تركبه، لكن نفس الفكرة اللي هتمشي هنا هي اللي هتمشي هنا. يعني مثلا في الخشبة دي او في الكاميرا دي اسف هنركبها خشب، تمام، زاوية خشب. طب الزاوية الخشب بتكون ليها بعد او متر معين. لو انت حابب تبدأ بالعدل من اول مثلا مدخل الباب وهكذا، اوكي تمام. طبعا لان الصالة هنا مفتوحة على الترجة دي، فاحنا خلينا في العدل هنا السليم. طب هيتفضل الجزئية اللي هناك عملنا لها الحتة بتاعتها. طيب انا دلوقتي علشان اقفل زاوية مع زاوية محتاج اسأل نفسي سؤال مهم، وهي ايه؟ هو ان الزاوية اللي هناك مع صنايع المحارة هل هو ظابطها زاوية 90 درجة ولا لا؟ لو ظابطها زاوية 90 درجة هشتغل بالزاوية اللي هي الطبيعية بتاعتنا الدرجة المعروفة. طب لو هو مش ظابط زاوية 90 درجة، لا لو مش ظابط زاوية 90 درجة ساعتها هضطر اسفا ان انا اعمل حركة. تعالى اوريها لك. اول حاجة مثلا هتبقى معانا هنا الزاوية اهي اهي، مثلا خلينا احنا شغالين في الحته النظيفه دي، ماشي. الزاويه اللي هناك طبعا مقلوبه لتحت، مقلوبه، تمام. لو انت ملاحظ هنا اللي هي الزاويه هتبقى من تحت، فاول ما مثلا اجيس هنا ادي هنا مثلا الزاويه بتاعتي اللي هي من تحت اللي هي المفروض اجصها تبقى بالشكل ده، المفروض اجصها تديني الشكل ده، تمام صح كده. دي بقى اهي كده، دي اشيلها خالص تتشال. طب دي اسيبها كلها، ما اقصش، لا اسيبها كلها، وبعد كده اطبع الاتنين مع بعض وتحت التطبيع اعلم تمام، وبعد كده تطلع معايا مظبوطه. دي فكره ودي سهله ودي في ايدينا. طب لو كانت بقى معايا مظبوطه، لو كانت مظبوطه معايا هضطر هعمل حركه زي اللي احنا هنشوفها دلوقتي دي، في خناجه جنبينا ملناش دعوه بيها علشان الفيديو، فاحنا مش هيبصش منينا يعني. فاحنا عندنا هنا الزاويه دي يا عم بنصور، حرام حرام. طب هيبقى احنا عندنا هنقيس من اول فين، من اول هنا لغايه هنا، دي كام؟ دي 92 ونص، هي كاتبها، ركز معايا مالكش دعوه ب 92 ونص، تمام. طب 92 ونص هل انا اقص على 92؟ ادي 92 ونص. لا 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 لا، ما اقصش على 92 ونص. سؤال مهم، سؤال وجيه، ليه؟ اقول لك، تعالى كده اقول لك ليه. اول حاجه دي لما تيجي تقيسها دي هتلاقيها عامله مثلا نص سنتي، هتقول لي انا مالي بيها اهي عامله نص سنتي، ازاي مالك بيها؟ انا بقفل زاويه مع زاويه يا عزيزي. طب ده مش ليه مساحه، ده ليه مساحه هياكلها من هناك. لو انت انا قست خلاص بالظبط لقيتها 92 ونص، لو قصيت على 92 ونص، انا ركز معايا مالكش دعوه باللي بره، قلنا ماشي. فاحنا لو هنا قسنا هنا على 92 ونص، تمام، شايف هنا اعملها كام؟ انا ده انا عاملها 92 ونص الا ده برضه هتزنق معايا، دي هتزنق معايا. ليه؟ لان انا زي ما بقول لك عايز مساحه ابيت فيها، فبالتالي انا هرجع برضه سنه شويه اهي، هرجع هنا حته بسيطه وابدا اقص. اسال نفسي بقى فين العدل وفين الزاويه، اهي هتتركب كده، ادي العدل اهو اهو، ادي العدل وادي الزاويه، الزاويه ارسمها حتى كروكي كده خلاص، ان اطبع دي مع اللي هناك ترتاح وتبقى تمام حلو. تعال بقى بينا نبدا نجيب الزاويه. طبعا هنفترض جدلا حسنا ان هو شغال بايه، الصنايعي بتاع المحارة شغال في العدل، تمام، شغال بزاوية قايمة. فتعالى احنا هنقصها كده، بص مش هرجع، مش هبص اهو اهي ارتاحت، مش هظبط على النقطة دي، هرجع بس شوية علشان ايه التبييتة اللي احنا قلنا عليها. يا نهار ابيض احنا رجعنا كتير، ايوه بس كفاية هنا، والله طلعت معاك زيادة برضو هتضطر تاكلها بالمبرد. خلاص اهي ادي الزاوية. طب هنعمل ايه؟ تعالى بقى هنقصها، تعالى نقصها بأي منشار أيا كان اللي هيبقى عندك، تمام. تعالى نجيب دي عشان دي هتساعدك شوية وانت بتيجي تبص، وخاصة وانا بصور فانا يعني مش متمكن من الشغل. طيب هتعملها كده اهي، بص ركز في الحتة دي، وانا شرحتها على القناة فانت ممكن ترجع يعني تستفاد اكتر. دي علشان تطلعها مظبوط، واحدة في العدل وواحدة بزاوية 45 درجة، ما تملش يمين وشمال، ما تلعبش بيها، ما تلعبكش يعني، ماشي. فانت هتيجي هنا وهتظبط هنا اهو كده بالشكل ده، وتبدأ تقص عادي جدا في الحلاوة يا باشا، تمام. طبعا احنا هنا دي هتعذب امنا، فاحنا ايه خلي بالك هنا، نقص قصها كده، اثبت اثبت، يلا تمام، الخناقه دي خلصت وايه، واحنا مش عارفين نشتغل بسبب ان احنا مش عارفين نمسك حاجه. طبعا
انا مش عارف انت شايف ولا، بس هو ان شاء الله تكون شايف. المفروض وانت بتقص بالشكل ده اهو، تمام، هتنزل معاك في العدل، ما تملش منك. طيب ماشي. طبعا انا ايه، شكرا كده احنا خلصنا القصة بتاعتنا، هتبقى بالشكل ده. تعالى نطلع نتأكد بقى ونشوف هل هي تمام ولا عايزة ترتاح ولا ايه وضعها. اهي الله الله، دي عايزة، دي سافرت منينا هنا ليه؟ شايف منزلتش في العدل خالص، دي عايزة تتاكل كده شوية جامد كمان، والارتفاع بتاعها لا لا لا. تعالى ناكل دي، تعالى ناكل دي ونرجع لها تاني. انزل تزهقنيش بقى. طبعا ده يا جماعة تحفة وقوي جدا، بس الحاجات السميكة مش الرفيع، يعني قص حاجات زي كده لكن مش ناعم. تعالى بس ايه نريح ونطلع تاني، يا رب ما تكسفينا. بص هنا اهي ارتاحت بالشكل ده وارتاحت هنا، بس عايزة تتبري علشان تلحم هنا، تلحم هنا، فهتبريها بايه؟ هتبريها بالمبرد، وبالتالي الاثنين هيلحموا مع بعض في الحلاوة، بس هتدخل منك هنا شوية وهتبقى ارتاحت. لو انت عندك اي استفسار سيبه لنا في الكومنتات، ويا رب نعرف نرد لك عليه.